شاهدينا الآن للوقوف على آخر المستجدات الأمريكية، معنا شبكة مراسلين من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي، ومن الخارجية الأمريكية ميشيل غندور، ومن واشنطن خليل بن طويلة، ومن فلوريدا رضا بوشفرة. مرحبا بكم جميعا. وعبد الرحمن، أبدأ معك الجديد هذا اليوم. نعم حيدر، خطاب الرئيس الإسرائيلي يتحاك هارتوغ في الجلسة المشتركة في الكونغرس، وقوبل الرئيس الإسرائيلي بحفاوة كبيرة جدا وتصفيق حار من قبل المشرعين من الحزبين. وأثنى الرئيس الإسرائيلي على صلابة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال نحن ممتنون للمساعدات العسكرية الأمريكية التي تجعل إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها. وأكد أيضا بأن إيران لابد للعالم بأسره أن يقف أمام طموحات إيران النووية، وأن أكبر تهديد أمني استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، ولن نسمح لإيران لامتلاك أي سلاح نووي سواء كان بالطرق ملتوية أو عبر الدبلوماسية. تحدث أيضا الرئيس الإسرائيلي على أهمية اتفاق إبراهيم وامتداده لمعظم دول الشرق الأوسط، وأثنى على هذا الاتفاق الذي عقدته إسرائيل منذ 3 أعوام مع الإمارات والبحرين والمغرب. وأيضا كان هناك أحاديث من قبل الرئيس الإسرائيلي بقوة على موضوع الديمقراطية وعلى أهمية الديمقراطية في إسرائيل، خاصة بعد المظاهرات التي حدثت في الأسابيع الماضية، وأنه أثنى على دور الديمقراطية في إسرائيل وأنها دائما تدافع على حقوق الأقليات. تطرق أيضا للمشاكل والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونعت الإرهاب بأنه الإرهاب الفلسطيني، وقال بسبب هذا الإرهاب الفلسطيني، وأنا أذكر ما يقول حرفا، بسبب هذا الإرهاب لا ينعم الكثير من الإسرائيليين للعيش بسلام. وقابل الانتقادات من الديمقراطيين التقدميين، بعض من الأعضاء التقدميين حوالي 3 أعضاء لم يحضروا هذه الجلسة، معللين عدم حضورهم لخطابه بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري، وهم ألكساندرا أورتيز وأيضا رشيدة طليب النائبة من أصل فلسطيني وإلهان عمر. كان هناك السبت الماضي حديث قوي جدا وتصريح خطير جدا لبراملا جاي بال، وهي رئيسة التجمع التقدميين، رئيسة تجمع التقدميين في مجلس النواب، وعددهم حوالي 100 عضو. وصفت إسرائيل بالدولة العنصرية، ولكنها تراجعت واعتذرت عن هذا الوصف فيما بعد، وقالت إنها كانت تقصد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال الرئيس الإسرائيلي على هذا التصريح بأننا نقبل جميع أوجه النقد، ولكننا لن نقبل أي نقد يعني يتحدث عن دفاع الدولة العبرية كما ذكر في حقها للدفاع عن نفسها أو حقها في الوجود. وفي الأخير أثنى على متانة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ 75 عاما، وقال نتطلع ل 75 عاما آخرين ليكون هناك شراكة استراتيجية قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. أذهب إلى الخارجية الأمريكية ميشيل غندور. من هناك ميشيل، إذن لقاءات بين الوزير بلينكن وأيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. نعم، قبل الدخول في هذه النقطة سأنطلق من حيث انتهى عبد الرحمن فيما يتعلق بإسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن قبل قليل أن إسرائيل ستعلن عن تغيير سياساتها فيما يتعلق بتأشيرات الدخول للمواطنين الأمريكيين إلى الأراضي الإسرائيلية. تم التوصل إلى تفاهم بين الجانبين يقضي بأن تغير إسرائيل سياساتها وتفرض المعاملة بالمثل على المواطنين الأمريكيين القادمين إلى إسرائيل بمعزل عن دينهم وأصولهم وإثنياتهم.
وأن الولايات المتحدة ستراقب هذه السياسات الجديدة كي تسمح بالنهاية لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج إلغاء التأشيرات. من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الأمريكي مع الجامعة العربية، الوزير بلينكن استقبل أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط وأطلقا الحوار الاستراتيجي الأول من نوعه الذي يستند على مذكرة تفاهم أطلقت في العام 2012. هذا الحوار يتناول العديد من القضايا الأمنية، مكافحة الإرهاب، خفض التوترات في المنطقة، الطاقة، المناخ وغيرها. الحوار متواصل حتى نهاية هذا اليوم وسيبني آلية للحوار في المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أيضا أن الولايات المتحدة أعفت العراق وللمرة 20 من العقوبات المفروضة على إيران لدفع عائدات الكهرباء من إيران، ولكن الجديد أن الأموال هذه المرة ستعود إلى طرف ثالث وهو في عمان للموافقة على هذه الأموال كي تدفع لإيران. يشترط أن تكون موجهة إلى أمور غير خاضعة للعقوبات، وذلك ربما لتخفيف الضغط على الحكومة العراقية من قبل الجانب الإيراني. أذهب إلى واشنطن من هناك خليل بن طويلة. خليل، أهلا بك. إذن المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث عن عمق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. نعم حيدر، بدأت في أول مؤتمرها الصحفي بالإشادة بطبيعة ومسار التحاور الذي جرى داخل البيت الأبيض الأمريكي بالأمس بين الرئيسين الإسرائيلي والأمريكي، وكيف أن الكثير من العقبات تم تذليلها. وقالت بأن الرئيس بايدن والبيت الأبيض جدد مرة أخرى تمسك الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل والوقوف إلى جانبها، وتحدثت عن القبة الحديدية والاستمرار في دعمها. تحدثت عن المقاتلات الجديدة من الجيل الجديد F-16 وما إلى ذلك، بالإضافة إلى مساعدة إسرائيل في أن تنسج علاقات طبيعية مع دول المنطقة. تحدثت أيضا عن أمور تتعلق بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي. طبعا هنالك شق آخر يتعلق بما يمكن أن نسميه النقطة المحورية في هذا المؤتمر الصحفي لكارين جان بيير، التي عادت إلى موضوع النائب في مجلس الشيوخ توبرفيل الذي ما زال مصمم على عدم تمرير ملفات كبار الضباط الأمريكيين في البنتاغون بسبب اعتراضه على مجموعة من السياسات داخل الجيش الأمريكي، والتي وصفها بأنها تقدمية سواء ما يتعلق بالجنس أو الأقليات وما إلى ذلك، ووصفته ونعتته بأنه يقوم بتصرفات منافية جدا ومضرة جدا بالأمن الأمريكي بشكل عام. طبعا في مسألة أخرى تتعلق بالاقتصاد، أول ما قام به الرئيس الأمريكي في نشاطه اليوم كرئيس للبلاد هو أنه اجتمع إلى أعضاء لجنة المنافسة، وهي لجنة اقتصادية أسسها الرئيس الأمريكي منذ عدة أشهر، ومن شأنها أن تعطي الأولوية، أن تساعد الاستثمارات الصغيرة وصغار رجال الأعمال من أن ينجحوا في محيط من الأعمال الرأسمالية الذي يعطي الكثير من الأولويات أو إلى الشركات الكبرى. وقالت بأن هذا المجلس قد أتى أكله وقد خفف قليلا من التضخم وأعاد القدرة الشرائية إلى وضع أفضل قليلا من الأشهر السابقة. أذهب إلى فلوريدا ومن هناك رضا أبو شفا. رضا، إذا هناك دعم مالي لولايات الجنوب الشرقي للإعمار والبناء، ماذا في التفاصيل؟ حيدر، هناك أزمة حقيقية تعيشها فلوريدا سواء على مستوى السكان أو حتى على مستوى المقاولين وأصحاب البناء. أنت تعرف أنه بعد موجة وباء كورونا كانت هناك موجات نزوح كبيرة من كافة الولايات الأمريكية إلى ولاية فلوريدا بسبب الامتيازات الاقتصادية وأيضا ظروف الحياة هنا. هذه الموجة من النزوح خلقت أزمة
أزمة سكن. السكان هنا يشتكون من غلاء وارتفاع كبير في الإيجارات وارتفاع حتى في أسعار البيوت، وأيضا كما نعرف على المستوى الفيدرالي ارتفاع نسبة الفائدة. أما البنائين أو المقاولين فهم يشتكون من أنه الإدارة لا تتعامل بسرعة فيما يخص بالقوانين المحلية التي تسمح لهم ببناء سكنات وبنايات بطريقة سريعة. لذلك اليوم كان هناك مؤتمر على مستوى ولاية فلوريدا جمع عدة فاعلين في قطاع البناء من أجل مناقشة هذه الأشياء وهذه التفاصيل، وذلك للإسراع في وتيرة بناء السكنات سواء لسكان ولاية فلوريدا أو حتى للوافدين من خارج ولاية فلوريدا، حتى لا تكون هناك أزمة سكن تؤثر على السكان هنا. حضر هذا المؤتمر عدة ممثلين عن شركة البناء، عن ممثلين عن قطاعات حكومية، وأيضا تمت مناقشة كيف ستتعامل في المستقبل الشركات البناء مع ظروف الجو وظروف المناخ السيئة، خاصة الأعاصير وموجات الحرارة وموجات الأمطار التي تأتي مرة على مرة. هذا باختصار المؤتمر الذي نظم اليوم في فلوريدا. حيدر، شكرا جزيلا لشبكة مراسلين رضا وميشيل وخليل وعبد الرحمن، شكرا جزيلا لكم جميعا.